هجوم يمني جديد على السفن الأمريكية في البحر الأحمر. وإلى التفاصيل، أعلنت أمريكا اندلاع اشتباكات جديدة بين سفنها وقوات صنعاء في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الجمعة إنها اشتبكت مع صاروخ مضاد للسفن أطلقته قوات صنعاء، مؤكدة أن الصاروخ يمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وكانت أمريكا أعلنت تعرض مدمرتها جريفلي الأربعاء إلى هجوم شنته قوات صنعاء بصاروخ باليستي مضاد للسفن وطائرتين مسيرتين في البحر الأحمر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.